آخ، كلمة آخ كتاب حلو كتير. آخ ضيعت عمري، بتستاهل يا جاهل. هلأ عندي عشق إني أكتب كتب عربي إنجليزي، بس لما بيخلصوا رح أسمع قلبي، مش بيقول ميتشو كوشي أو الناس العلماء، يا برجع بعيش مع باتش آدمز لأنه بحب عيش معهم. ما فيكن تمرق ولا كذب عليهم، ما بيحسوا إنه في كذب وفي صح، بس بيحسوا إنه في شيء غلط، يعني بيطلقوا بعض. لازم يموتوا بسلام أو يرجعوا على البيت، ما في موت، موت الموت، يرجعوا على البيت. فإذا ليش ما فينا نعمل شيء هون بلبنان؟ بيكون الحق علينا، التقصير منا نحن. هلا أنا شوفوا أحضوي هالسمعة بس كون معهم، ما بعرف كيف بتبطل أنا. كنت قلت لها بدي احط هيك ضوية، قالت لي مسكيها بايدك تيتا and do like this. تزبط حياتكم. اذا بقلكم هي حطتها هيك 6 سنين عمرها. وحدة تانية عطنتني ها لجيبها حطها هون على التلفزيون، قالت لي ما تضويها هي مضوية. قلت لها يعني هيك في هاي؟ All is light تيتا، all is light. حبيبة قلبي دخيلكم، يعني أنا المعاق مظبوط، نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، إزاي والآن في الجو، الله نور السماوات والأرض. هلا دايما برا عم بيلتقوا كلهم، ويا حبيبي بده حدا يرفع الاذان، سمع الصوت ميتشو، طلع خوري يعني ابونا هيك وبيعرف عربي، بكيوا كلهم، رفع سورة مريم. الأذان اقرأ، ريسايت كلمة اقرأ. خبرتكم وحدة بدبي بتحكي بالقاف، قلت لها يعني أنت من جامعة الدروز؟ قالت لي لا، القاف لغة القرآن. أنا وبالكويت هونيك هيك تطلع معي، قاف قاف قاف. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، اي انسان عربي ما في تلاقي ما في عندك حرف عربي، مسلم مسيحي درزي يهودي بوذي كريشنا مريشنا شو ما كان عربي، انا من امه العرب في عندك حرف. بسم الله الرحمن الرحيم، مريم نور فيها كلكم. فاذا نحن انسان، وبهالانسان رفع الله الميزان، وهالميزان قابض على الجمر، مش هيني الصراط المستقيم، مش هي. فاذا هون عندي طلب، كل اللي عندهم ايدز خصوصي هالشباب، حالات مستعصيه، ما راح اقول اسماء الامراض، مناعتك ضعيفه ومناعتي ضعيفه من اول مناعه، تبعتوا لي مريم @مريمنور.com، مش اندرسكور في اندرسكور في اندرسكور، بدي اعرف رجال او مره وبدي اعرفك باسمك بس، بتجاوب انا وياكم وبتحطوا صدقه، ما في شيء مجانا. اذا كنتوا على النهر بتوفروا مي، إذا معك شتلة جيت القيامة بتزرع. كلنا بدنا نزرع، نعم زرعوا فأكلنا نزرع فيأكلوا. وهي القصة بدي أحكيها لعيي معي، أنا حطتها هون، take it with you take it with you. قلت لها yes sure، ما فيني لكم بس كون معهم أنا بنهبل. هالبهلة أبهل مني ما رح تلاقوا، خصوصي بهاي ما عرفت كيف بدي احط كل الارتيكل، هي بالانجليزي وصرت الا ما بعرف سيلفيا اي دونت نو هاو. بس حطيتها
يا حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي ما بقدر لكم، حطيتها بالكتاب ما قدر، ما عرفت كيف رجعت كتبتها بخط ايدي، افهم مني الكتاب بالانجليزي. eat shit ما في نقولها بالعربي. واخر صفحه هي شي ات. اللغه الانجليزي كثير غنيه بس اللغه العربيه اغنى، رح ارجع فرجيكم اياها. بس ما عندنا هالحريه اللي موجوده برا بامريكا وغير بلاد، لقيتها بالكويت في حريه بس ما في حياه، قلت لكم مطاعم وهيك وهيك. سو ان شاء الله نقدر نعمل شيء بالكويت. هي شي ات، هو هي ات، مادة. it doesn't mind it doesn't matter. يا اختي شاطرين كثير، ما نطلع بقى باجسادهم هوكن ليكو كيف هو لك شو عامل. it she he she it. ما فيني لكم شو عم بحط كلمات هون وشو عم بكتبون، اكثريتهم من المعلمين والمعلمات تبعنا، انا بتعلم منهم، من هني وبالرحم الى رحم الارض الى رحمه الرحمن. ولكن شو هي هالقصه؟ حتى ضايق من هيك. قام واحد زرع بامبو خيزران، شك بهله مين بيزرع خيزران وليه؟ ما بعرف ليش عم حس اني عم بزرع. زرع ما طلع اول سنه بس ضلوا يزرع، ما طلع تاني سنه. قالت امه اتركوه بهله وخليه يعمل بده اياه. بعدين شوفوا لكم يا عم بيرقص. ديفيد شو عم تعمل؟ ليش عم ترقص؟ يا صبر ايوب، تيري البامبو اللي زرعها بدها وقت، مش مثل هوديك اللي هني عم بيزرعوهم في خيزران اوين بيطلعوا في خيزران. اعطني الناي وغني فالغنى سر الوجود، انت الناي تبعه. طلعت الخيزران سكتوا كلهم، اجوا قالوا لا لا ما هو اللي بيفهم. قال هو عم بيزرعهم كان يحس انه في فرح جوا، ولو ما في حقيقة ما في هالفرح يلي جوا. This is what it means to be patient. يا الله دخيلكم لازم يكون عنا مدينة هيك إلهم، هوم بيت، وما يزيدوا نعمة كاملة وقت الأخذ كاملة. إحنا ما كان عنا بالضيعة من 80 سنة، أنا وخيي توم ما حكي لتزار عمره 9 سنين، بس يحكي معي وأنا أقول لهم شو بده. مرة تانية جابت توم صبيان، مات واحد منهم الحمد لله، لأنه اللي بيجيب توم كان اليوم بخلف بأمريكا 12-13 ولد. إيه تهتم فيه الدولة، كله جي ام او جينيتيكلي موديفايد الأكل وكلهم كلهم. فإذا شو بقى نعمل اليوم؟ كل الوقت اللي بقى نحكي عنهم ما بقدر، قلبي هيك عم بفيد. بكره بيجي محمد كيلاني، الشباب بيقولوا لي أي متى بيجي بيصور هون وبيقعد ولحو هذا العلم عنده هو. من إنه هودي ناس علماء مهمين كثير من الشاطرين اللي بيفهموا، لحن بالمخفي بالسر بكل الأمة العربية. وبس يشوفوا إنه معقولة مريم بتفتح كتب ماكروبيوتكس بتعملهم هيك وكتب أوشو فيها الأد حرية بلبنان، نعم عهلا محطة بنوع خاص. قالوا له خذ لمنهم وخليهم تزرعون بلبنان. لبنان 5 فصول يا أخوتين، بلاد الشام واليمن، ما كان في لبنان.
نحن سورية كلها. وقت بالهند بلاقيهم كلهم كاتبين سورية سورية. بتحبوا سورية؟ مريم، سوريا كلمة هندية معناته شمس المعرفة. هلا بكره بيجي محمد كيلاني وبيقلكم هودي بيشيلوا الأمراض، بيشيلوا الأمراض. مريم ما تفرجينا على التلفزيون، أنا ما بفهم وما بعرف كيف راهون، لأنه هن مكتوبين باللغة يلي بيحكوها العلماء. نوعين من الأعشاب موجودين بكل بلاد الشام واليمن، تنقع بالمي. افتحت أمك ماما أحمر من هالسن، ما رح تلاقوا، ما فيني أكل حامض، ما فيني أكل شيء. حطها ماما. ما عندك خي، عندك ابن عم، ما عندك فجل، عندك لفت. شو عندنا مثل ها من ها؟ التمرة. معي هشة تمرة بس تفتحها ما فيها شيء، ورقة شفيف شفيف. الماما ما تحط يا بيتميك، خدي كم حبة. ماما افتح تمك. عود زاوية مثل سيدنا عمر تحت الشجرة نخلة. شوفوا هلا بلبنان أنا عم بشوفها، نزحط منروح على المستشفى عظامنا هون وهون وهون وهون، ومنحط هاي الربطة اللي هون بسبب شو؟ حاجة طرط ايه بهالكعب العالي بالصرمية على الطريق، بصير في عندك heart palpitation the pulses of the heart بلو بيبيز. شيلوا لي بقى هالكعب العالي اللي بتطرطقوا فيه، الحق على الباركي. لك يا اختي انا صرميت في باركي وما بطرطي. لا تزعجوا حدا، لا بريحتك ولا بعطرك ولا بسيارتك ولا بسيرتك ولا. اولادنا عم تيجي كلها مشوهه 90%. شو القانون اللي اخذوه؟ اكثر من 40 سنه ما يعيشوا. هلا هيدا الجيل، مينك انت تقول للولد انه بدك تموت بالكوما اذا ما بنعطيك انسولين؟ العمر بايد الله، لتكن مشيئتك قدر القادر وما قدر. ها بيجي كيلاني وبيحكي عنه. وها ما في شيء ما بيطلع بهالبلد، هون بلبنان خمس فصول. بس انا ما رح اعرف. جابوا لي اياهم من برا، قلت لهم رح نزرعهم ويست بوينت برايت بوينت. شوفوا لا تقولوا لي عم تحكي اسلام وما اسلام. هالفتره خمس مرات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، بهالخمس مرات بتتناغم انت مع القمر مع البدر مع الشمس مع كلها 24 ساعه. انت بتأذن، انت الجرس، انت بقلبك بحك لك، انت من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. انت هالأربع فصول، أول ثلاثة لا إله إلا 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 بالبلد العربية إلا يعني التأكيد. خلص لبقى تقول مسلم مسيحي يهود وبودي كريشنا، إنسان 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 إنسان، قرآن فرقان عدنان سمعان كلها ألف نون. كل مزارع بلبنان اتصلوا فينا، بعطي حبة بتزرعها بتنبت شجرة بتشارك غيرك. هيدا البنك أنا عشت مع فوكواكا وان سترو ريفولوشن. كنت حتجي كريشنا مرتي هو عم بيموت. ما فيني لكم هودي علماء كبار. جي كريشنا مرتي ما حكي، يقرا أغاتا كريستي. جو ان هيك فوتوا لجوا فوتوا لجوا فوتوا. هلا زمن التغيير يا اخوتي، اللي بتتغير انت، تكون انت التغيير اللي بتحب تشوفه بالمصير وبالضمير. انت البذره، هيدا البنك. رابع رئيس جمهوريه قال راحت امريكا، رقم ال 44 بتوقع امريكا ما بضل فيها مي تشرب. شو عم بيعمل اوباما هلا؟ شو هلا الزيت والزلازل والبراكين حول العالم؟ واينما توليتم فتم وجه الله. انتبهوا انتبهوا وانتبهوا، التغيير مش برا. أنا بضوي شمعتي ما
كنت تضوي شمعتك صرنا اثنين. قالوا له ليه انت اعمل شو مضوي الشمعة؟ قال له احلى ما احلى ما انت تدقوا فيا ما بتعرفوا. مرة اجى على البيت جحي مهضو تيري سكران نطفة اجى الدرك بتيسعد. قال له شو بدك؟ قال له هديلي هالبيب لحتى اقدر افتح. فتح له فيك لجوا قال هيدا بيتي، هاي اوضتي لهون بقعود، وهون اوضتي النوم، هيدي مرتي وهيدا انا نايم حدها. ومينو هي الحامل القنديل؟ يعني مهضومين، يعني مطفيين وسكرانين، ولكن في رحمه. وقت اللي كان جحي حامل السطل لك لونه احمر، قال له سيدنا عمر شو هي اللي معك؟ ملا نصر الدين. قال له لبن، قال له لبن، لبن هيك لونه. قال له احمر خجلا منك يا امير المؤمنين. تركوا، كانوا الخلفاء عندهم ذكاء وعندهم فهم وعندهم رحمه، ظهرهم احمر يحملوا ويروحوا ما يصدقوا البطانه الطالحه اللي حواليهم. انا مثلكم وقت الجور عم بيحكي انه مش معقول الخلفاء منا حقيقه، رحت على المسجد حدنا قال لي الخلفاء حقيقه واسلامك حقيقه، نحن الكذابين. اكتب بايدي هيك واعطي الناس. قلت له الجور هيدي حقيقه. وقتها بتعرفوا بوش هو وبيو تكساس بيدبحوا كتير بقر مثل الكلب يجي لعنه. قلت لكم مره كنت بدي اسمم له، قال لي لا ما تعمليها يا حبيبي، ابني بالروح يا بندر، بدنا نتغير يا بندر. نعم كلنا بدنا نكون مع الخير والشر كلنا. اذا شفتوا واحد ادمي بسببي، اذا واحد شر بسببي، هالكعك من هالعجين هالكعك. هلا عم نمرق بامتحان كتير كبير والجوايب عند هالمهضومين. شوفوا من قلب هيك صافي وطاهر، كلنا اذا بنمشي على الطريق وبنلاقي حدا منهم بنزيح وبنتركهم يمشوا مع امهم مع التيتا مع هيك مع حدا. بس ليش عم بيزيدوا؟ خلقه كامله نعمه زايده. بس هن هلا بلبنان وتمر، جابوا تمر بامريكا من السعوديه ومي زمزم من السعوديه، وزرعوا التمر هونيك وصلوا على المي وصلوا على المي مثل مي زمزم ما في. طلبت لابنا لابنا مش إلا زمزم ندفي ندفي نقطه مي. فاذا بدنا الدعاء يلي عم بيطلع من القلب من القلب. كلنا كلنا قد ما فيك نام لا تملكوا حتى تنفقوا. انا بشكر كل اللي فاتوا على بيتي، كل اللي سرقوا، كلها وتعلمت منكم. مشان هيك خبي مخزنك عبك. مرقوا وحده راحت على الدرك قالت له سرقني واحد. قال لها كيف سرقك؟ قالت له مخبيه مصاري هون بعبه وسرقني. قال لها ولا محط ايده بعبك؟ قالت له فكرت نيته شريفه. انما الاعمال بالنيات. هلا هيدا العلم موجود، ما زال موجود عند محمد كيلاني، موجود فينا كلنا. إنما الأعمال بالنيات. قد ما فيكم إحنا بتضيع عنا. تربعوا كنا هاي كل صغار أمي تضربنا. صفوا صرميتكم منيح في حبق. هلأ في قرطانسية، بتعرف شو القرطانسية؟ يا أخي القرطي رهيشة. أنا ما كان عندنا قرطانسية وما بنعرفها، بس جينا على بيروت وبعدين رحنا لبرا. تزرعوا حبق، كل البيوت بدوما فيها حبق، يا اسمه حبق او ريحان شو ما بدكم. حط ميل على الحبق. عدو بنقعد في ستوف، ما عندنا كستنا. عندنا بلوط، ننبسط بالبلوطه بحس في لها برنايطه. بلوط مر وبلوط حلو. بلوط المر للقلب المصران الرفيع. بلوط الحلو معده حال. للكبد منيح بس أكثر شيء للمعدة. رو كتاب الإمام علي لا طعام على طعام، طب الإمام علي. في شيء بالمعدة اسمه ray of light، ما بعرف شو بالعربي، يعني خيط هيك مثل المسبحة، خيط من نور. هالخيط من نور موصول مثل المسبحة فينا كلنا بكل العوالم. ليك هالكلمة نحن بنقولها بالضيعة، يمكن شيء عم بيعمل لي هيك. ما بينطقوا هالولاد سبت احد ومخدون على مدينه الملاهي. يا اختي هالاكل ما بينهضم،
تقيل هيك طاقته. انتبهوا مين اللي طبخ. إذا كنت منك صافية ما تطبخي، إذا كنت بالدورة ما تطبخي، لازم تطبخي من قلبك، عم تطبخي للي بتحبي. مين بتحبي أنت؟ محمد، المسيح، بودا، رابعة، نفسك، اللعبة. أنا بحب اللعبة، بحب اللعبة. قالوا له أنطون سعادة أنا بحب البقرة. قال له إيه بس ما تخليها تلبطني. مين بتحبي؟ عم تطبخي للي بتحبي، مما تحبون عم تعطي إلى من تحبون. فإذا الأم ترجع بيتها وتطبخ يا أخوتي. لو عم تشتغلي أنت وجوزك نهار الأحد قعدوا 5-6 ساعات 10 ساعات بالمطبخ بتطبخي وبتحطي من الشاي للشوربة لكل شيء، لكل شيء عندك بالبيت. مواد الحيوانية كلها بتشلوها، خبرتكم هلا فضحوا المواد الحيوانية، القلبين والأجبين. من شي 20 سنة مش مثل هلا كنت كل يوم على التلفزيون، بس كنت على تلفزيونات كثيرة. قلت له يا أبونا يعني بس هودي مريضين القلبين والأجبين. قال لي هول البيع، هو مش لنا، نحن بناكل من هول بقرة. قلت له بشكر صدقك وجهلك، كل القلبين نحن ما عندنا لاكتوز انتولرنس، ما في ناكل قلبين واجبين إلا, الا 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 انت عندك معزية او جارتك عندها خروف مش بقرة. وقت بدك تاكل لحم بقر وقت بدك تاكل 8 مرات زيادة. ستنا عائشة وقت لا ماء ولا كلأ ولا شيء ولا هيك طعمته طعمه شقفة من هون وزادت الشعير. فإذا بقى نرجع نقرأ يا أخوتي لحول كتاب دكتورز look at macrobiotics. كلمة macrobiotics كلمة يونانية، macrobiotics الحياة الكبيرة الطويلة. يا مدد يا مدد يا مدد. هلأ كلنا بناخد antibiotics ولا مضاد حيوي، كلنا بالأدوية الحية. هاي طبيبة ما بقدر لكم شاري روجرز، ما فيني أخبركم كل الأطباء بأمريكا بأوروبا وين ما كنا يقولوا لي مريم وير إز يور كوك بوك. يعني قلت له نحن عنا بلبنان وبلاد الشام واليمن كلنا ما عنا كتاب طبخ. لوك أند كوك أند ثرو ذا بوك. بس هيك الأم بتزيد شوية سكر ملح شوي مدري شو هيك، وما كان عنا سكر بالضيعة. بس صار في أنطوبيل ونزلوا على بيروت جابت أمي السكر، قالت له ملكة إنجلترا بتاكل من هالسكر، يضربنا بي ما نفتح تمنا. لأن إذا فتحنا تمنا حاطين حبة السكر هون. فإذا نجينا من الأبيضين السكر والملح المكرر، المواد الحيوانية كلها شيلوها. يلي عنده إيدز وسرطان وبحالة الموت أتحديكم، أتحديكم مثل ما تحديتهم بالكويت 21 يوم شيل المرض. بس ما في دعايات لا قبلي ولا بعدي، وما بدي أي منكم صدقة، حطوا دولار بالشهر أو بالسنة نشيل الأمراض. وداعا أيها المرض، هذا الامتحان هلا. والامتحان نعم امتحان، قرآن فرقان إنسان، الامتحان بالإنسان. هذا جسدك، ما حدا بيحبني إلا جسدي، هي اللي بفوت معي على القبر. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة. أولادكم فتنة فاحذروهم انتبهوا. قالوا مين عيالك مين أولادك يا محمد؟ قالوا اللي حبوني وما شافوني ويس القرن. وأنا عندي هيك كم صديق، 2 بلبنان، 1 بالأردن، 1 بكل الإمارات، 1 2 بالكويت، يعني موجودين. وإذا خليت بلية تفتشوا على الأوادي موجودة. نرجع فلاح مكفي سلطان مخفي، نرجع نعمل أعمال قد ما بنقدر إنسانية. بلبنان ما في رغيف خبز يا أخوتي. هلأ بهالأيام هاي بعيد الميلاد والغطاس وغيرون والبربارة المرأة كلها وكلها وكلها العيد، هيدا الزمن اللي بنعمل فيه الخميرة ومنلزقها وبيمرق المسيح. كل لحظة المسيح ممسوح فينا كلنا. أنا أتيت لأنك أنت مسيح. وهيدا هيدا كتير علو، ما بعرف كيف لمين بده يكون الشباب بيقرروا هيك حدا يقدر يلعب فيه هو واصحابه هيك. ليش هاللون؟ شو يعني بابا نويل؟ اسمه نقولة، كل واحد اسمه نقولة بلبنان بتعيط له حج برد. شو كان يعمل؟
بنروح على البيوت مطرح اللي فيها أطفال وياخذ لهم هدية. ولما نقرر بوميديان سبع رؤساء جمهوريات عرب إنه بدنا نتوحد، شو عملوا؟ ولو حكايتكم أكثر من رئيس جمهورية بالأمة العربية، وعندك سرطان أنت وأنت وأنت وأنت، بتشيلوا الـ FDA Federal Drugs Association. ليش بدي إجي؟ قال كيف عرفتي هيك؟ قلت له هيك ابنك. كلنا عنا الكشف يا أخوتي، بس ما تعملوا سحر وشعوذة اللي عم تعملوا على المحطات كلها. هاي شو بتقول؟ هاي شو بيحلل؟ هاي شو هيك شو؟ مرة أوشو راح لعند واحد إنه بيعرف المستقبل والأبراج، هو طالع ما دفع له. قال له ليه ما دفعت لي؟ قال له إذا بتعرف ليش ما عندك عارف إني ما راح أدفع لك؟ ما حدا بيعرف الغد، المستقبل هلا بهاللحظة، now or never. إذا شفت إشارة قول لا صاحبها، خلاص إشارة بشارة، مش تقعد يا خي خلص ضو الضو أحمر أخضر أصفر، مش إيه هاي إلك. بس بنحكي بهالحقيقة مع أصحاب الكرامات. نعم انتبهوا، هي كرامات عنا كلنا. هلأ هيدا الزمن كتير عم في سحر وشعوذة، كتير في أبراج، ما في برج مثل التاني. كل كتب الأبراج شلوها، كل اللي عم بيعلموا يوغا وين ما كنتوا، كل اللي عم بيبيعوا أورجانيك كله ما في شيء ابدا اورجانيك، عم الفساد الارض والعبيد والعباد كله. منا معي بس لكن موجوده ب اجو، بتطلعوا على دريا كسر وين واسالوا وين هي المجنون، بتشوفوه عنده كل شيء بدك اياه مما يليك. بتغسل اجريك هون جربوها وبتشوف كيف بيطلع كل التراب يلي موجود بالكبد بالمراره مما يليك من أعشابنا. نحن هون بهالبيت منكون مع أهل البيت.